طيب لو احنا اتكلمنا عن الدوري الانجليزي كده، انت بتشوف بقى يعني هو زي بتقولك على صفيح ساكن ساخن، فيعني الوضع ايه دلوقتي؟ بعد مرور 11 جوله يمكن دلوقتي تشيلسي متصدر، بعديه مانشستر سيتي، وبعد كده ويست هام، وبعد كده ليفربول. هو اعتقد ان المنافسه السنه دي هي ثلاثيه، هتبقى بين تشيلسي والسيتي وليفربول، وبنسبه اكبر انا من وجهه نظري ممكن اقول ان تشيلسي الاوفر حظا للفوز باللقب السنه دي. تشيلسي فريق قوي جدا، معاه مدرب قوي جدا الماني توخيل، طبعا يعني مدرب من الاسماء اللي فرضت اسمها على الكره العالميه، بطل دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت. فاعتقد ان تشيلسي السنه دي هو والسيتي اقرب فريقين للفوز بالدوري الانجليزي. طب لو رحنا، بص انا عايزه هنتقل معاك لكذا دوري، خلينا نروح للدوري الالماني والبايرن، والموضوع كان محسوم من البدايه، يعني كل الناس عارفه خلاص بايرن ميونخ هو البطل وما فيش منافس، وفعلا ما فيش منافس يعني. دي حقيقة. دي حقيقة. بس ده راجع ليه؟ يعني بايرن ميونخ الدوري الالماني مش يعني مش سهل برضه. هو مش سهل، بس في نفس الوقت بايرن ميونخ هو فريق قوي، يعني هو فريق، هو فعلا مهيمن، يعني بياخد مثلا الدوري 10 سنين ممكن يخسره مره، لكن هو فريق فعلا، هو اقوى فريق في الدوري الالماني، هو صاحب الكره الالمانيه، هو صاحب الانجازات الكبيره حتى في دوري ابطال اوروبا، هو بايرن ميونخ. فحتى الفرق دلوقتي مثلا 10 نقط او اكتر عن اللي بعديه في الترتيب المركز الثاني، وهو اخر بطل اخر 7 سنين او 8 سنين ورا بعض. فاعتقد ان الدوري الالماني محسوم من بدري، هو بايرن ميونخ ما بيفكرش في الدوري الالماني، هو بيفكر بقى في دوري ابطال دوري الابطال. ده اكيد بنسبه كبيره. هو برده دوري ابطال ماشي كويس، متصدر مجموعته وبنسبه وتاهل كمان الدور المقبل. فاعتقد ان بايرن ميونخ برده هو مركز على دوري ابطال اوروبا. ليه ما نركزش احنا برده على بايرن ميونخ؟ واسالك يعني ايه اللي عندهم من نقاط قوه؟ هم عندهم لعيبه تقال جدا، ولكن برضو في فرق تانية عندها لعيبه تقال، لكن يعني ما احرزوش ما احرزوا بايرن ميونخ في، نتكلم يعني الدوري الالماني وعندهم حتى في الدوريات الخاصه بيهم، ده راجع لايه؟ بايرن ميونخ منظومه كبيره رياضيه من زمان، يعني هم مش بس فريق كوره، هم منظومه رياضيه متكامله، ناس بتتبع الاسس العلميه في التدريب، في اللعيبه، في الاجهزه الطبيه، في كل حاجه. فهي منظومه متكامله، هي منظومه نجاح، مش بس لعيبه، مش بس مدرب او لعيبه، هي منظومه متكامله رياضيه ساهمت ان خلت الفريق ده هو اعظم فريق في المانيا.